لو الكابل بتاع التليفون بتاعك بيحصل له مشاكل او بيتقطع او تلاقيه فصل مره واحده وعايز حل للموضوع ده كله بتاع الكابلات عشان ما تجيبش كل اسبوع كابل، الفيديو ده ليك. يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مره تشوفني انا كريم عارف بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشن سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وعندي قناه تانية للجيمنج روح اعمل لها سبسكرايب هتعجبك جدا جدا. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. عاملين ايه في الجيم الايام دي يا رجاله؟ الجيم اهو فتح ومفيش اي مشاكل ومفيش اي اعذار. لو انت ما بتنزلش الجيم الايام دي وتتفرج عليا هتخانق معاك، والله هتخانق معاك. انزل الجيم دلوقتي، من بكره انزل الجيم، خلص الفيديو دلوقتي اصلا وانزل الجيم. ما ينفعش تكون قاعد لحد دلوقتي والجيمات كلها فاتحه، هتخانق معاك. عشان بس جينا متفقين، عشان ما تقوليش في الفيديو انت بعت ضميرك بكام يا كريم وبعت مبادئك بكام يا كريم. الفيديو ده ريسبونسر، قبل ما اسمح ورايحين كده، الفيديو ده ريسبونسر بس ريسبونسر لحاجه نظيفه. انا جايب لك النهارده حاجه نظيفه هتنفعك بالكابلات والكلام ده، فتابع معايا الفيديو للاخر. تقريبا كلنا حصل لنا نفس الموقف ده بتاع الكابلات، ان احنا مثلا يبقى جايبين تليفون جديد ومستخدمين الكابل بتاعه ومره نلاقيه اتقطع من هنا مثلا كده من النقطه بتاعه الشاحن، او فكره مثلا انت تبقى بتلعب مثلا ببجي او بتلعب مثلا كول اوف ديوتي او اي لعبه تقدر تقلب بيها التليفون وتبقى الشاحن مضايقك مش عارف تشحن بيه، فتلاقي اللي هو دايما طبعا اتقطع او بيفصل او بيعلق او الكلام ده. غير كمان طبعا ان في كمان شركات ان الخامه بتاعت كابل ذات نفسها تلاقيها رديئه كده ممكن تتقطع، فكل دي تقريبا مشاكل بتقع مع كل واحد فينا بيتفرج. فاحنا بنبقى عايزين حل لكل ده، اللي هو نعرف نلعب ببجي براحتنا ويبقى الكابل جامد ما بيتقطعش، وفي نفس الوقت الكابل ما يتقطعش اصلا من هنا الراس بتاعت الشاحن هنا اللي هي السوكت اللي بيدخل في التليفون، ويبقى شايلين برده الكابل بتاع التليفون الاوريجينال اصلا سايبينه على جنب خزنينه مثلا في العلبه بتاعته عشان لو حبينا نبيعه على اي حاجه ما نخسرش في ثمنه. وتاني حاجه ان لو الكابل اصلا بتاع التليفون ذات نفسه باظ بندفع له مثلا 500 600 جنيه عشان نجيب حاجه اوريجينال، ولو انت جبت حاجه مثلا ب 100 او ب 200 جنيه بتلاقي ان هو ممكن يبقى مثلا في اضرار على الشاحن او في اضرار مثلا على التليفون ذات نفسه ان هو مش بيدخل له نفس الوات بتاع الكهرباء، وبتحصل مشاكل كده كتيره في الشحن. فاحنا دايما بنلجا للي احنا نجيب الاصلي، والاصلي ب 500 او 600 جنيه. طب اللي يجيب لك النهارده الحل لكل المشاكل دي، تقدر تلعب ببجي من غير ما الكابل يتقطع، كابل ذات نفسه جامد جدا، وفي ذات نفس الوقت انت حافظ اصلا المنفذ بتاع السوكت بتاع التليفون، انت ما بتدخلش الكابل كل شويه وتطلعه، الكابل بتاع التليفون او المخرج بتاع التليفون بتاع الشاحن بيتبرم او تلاقي ان هو مثلا بيعلق مع الوقت والكلام ده. فايه بقى الحل بتاع النهارده؟ في شركه اسمها هوجو سمعت الكلام ده كله وشافت المستخدمين ايه هي العيوب بتاعت اللي هم بيعانوا منها في موضوع الشواحن، وطلعت لك بالكابل المغناطيك ده. الكابل ده اصلا فكرته جامده جدا، بس يعني هي بسيطه جدا ومعرفش ازاي من زمان ما عملوها. فكره الكابل جامده جدا جدا، تعالوا بس الاول نعمل له انبوكس. طبعا انا فتحت اصلا الكابل ده قبل كده، بس يعني هندعي ان احنا بنعمل انبوكسنج. يعني هو عاجبني قوي قوي فكره ان بصوا فكره ان انت بتفتحه اكنه كتاب، يعني هنا اصلا في كمان ماجنتيك اللي هو اصلا بيبراند نفسه ان هو الكابل كله ماجنتيك اصلا، ففكره انت بتيجي تفتحه كده زي الكتاب فبتشوف بقى ايه الكابل. بس فكره بقى الحوار جامد جدا، يعني هو بصوا اصلا اولا الماجنتيك جامد جدا جدا جدا. الفكره بقى ايه؟ ان انت بكل بساطه ممكن تعمل كده. الموضوع سهل ازاي؟ هتقول لي ايه ده كريم انت بوظته ولا ايه؟ لا بص بقى الفكره في ايه دلوقتي، ان المفروض الحته اللي هي اذا كانت يو اس بي او تايب سي او لايتنج لو انت ايفون، المفروض الحته دي تدخل في التليفون وما بتتشالش بقى، خلاص انت بتنساها يا معلم، وبتبدا بقى تشتغل بالكابل اللي هو ال 180 درجه ده. وهفهمك دلوقتي يعني ايه كابل 180 درجه. باشا انت دلوقتي يا باشا كده خلاص حطيت يا باشا الكابل اليو اس بي او تايب سي او لايتنج وحطيته في التليفون وخلاص نسيت. تبدا بقى انت بكل بساطه وتقرب دي، شكرا هو كده بيشحن. طب فكره بقى 180 ايه هي؟ فكره ال 180 انت ممكن دلوقتي تكون مثلا بتلعب ببجي وانت مش عارف تلعب مثلا ببجي عشان الكابل مستقيم، فتقوم عامل جيت وبيشحن زي ما هو وبتلعب ببجي زي ما انت عايز. يعني هو كده حلل لك الموضوع الاولاني اللي انت الكابل دايما بيتقطع، هو كده مش هيتقطع عشان اصلا دي ذات نفسها اصلا في التليفون مش هتتحرك وحافظه لك المنفذ بتاع السوكت اصلا. وتاني حاجه حلل لك مشكله انت تبقى بتلعب ببجي، موضوع جامد جدا جامد جدا جدا جدا. فكره ان انت ممكن تخليه كده او يعني تخيله كده ده التليفون، وبص يا باشا بتتحرك وبتشحن في نفس الوقت، والماغنتيك قوي جدا جدا، يعني هو اصلا ممكن حرفيا يشيل تليفون. وكمان فكره كمان ان الكابل ممكن يتقطع، لا هي انت ممكن تقول لي مثلا طب انا ممكن اتكعبل فيه وكمان طالما الماغنتيك قوي، لا فكره ان انت لو انت بتشيله افقي فهو بيشيل التليفون، لكن انت مثلا بتبقى ماشي مثلا اتكعبلت فيه خلاص فك الموضوع بكل بساطه، ومش اللي هو سايب، لا انت حرفيا مثلا اتكعبلت فيه فك خلاص اهو. لكن فكره مثلا انت تشده كده لا صعبه، اللي هو مثلا انت التليفون بيقع لا ما بيقعش صعبه، لكن فكره شد خلاص. ده الكلام ده مثلا وانت مثلا بتشحن التليفون وانت مثلا رحت متكعبل في السوكت، خلاص يا باشا الموضوع التليفون زي ما هو والسوكت هو اللي وقع بس، وكمان ما تقطعش. ليه بقى يا باشا؟ عشان الخامه بتاعته بريميوم جدا. هو انا مش عارف اصلا ليه عامل دي هنا كده، يعني
انا ليه لحد دلوقتي قافلها؟ يعني ده سؤال اصلا انا بساله لنفسي، انا مش لاقي اجابه. الكابل هو طويل جدا، وغير كده الكاب بريميوم قوي، ما بيتقطعش بسهوله خالص، او هو اصلا ما بيتقطعش، هو بريميوم قوي. ففكره بقى انت بتلعب ببجي الموضوع اتحل، فكره ان الكابل ضعيف الموضوع اتحل، فكره بقى ان انت مثلا عايز تلعب ببجي او هو مثلا بيقع منك والكلام ده برده الموضوع اتحل. طب المنتج ده بقى تشتريه منين او تجيبه منين عشان تعرف ان هو اصلي؟ عشان في براندات تانية كتيره جدا جدا، بس مش نفس الكواليتي دي او مش بنفس حركه ال180، هتلاقيها مثلا ليها ثابته بس. واحنا عايزين طبعا نحل كل المشاكل اللي قدامنا بتاعه الكابلات، وده بقى الراعي بتاع الفيديو النهارده. في صفحه او باج اسمها عرفوتي او عفروتي او عرفوتي، بصراحه مش عارف اسمها لحد دلوقتي، وحاولت ان انا اقرا اسمها صح مش عارف، بس يعني هنمشيها عرفوتي. فكره بقى يا باشا ان هم بيبيعوا لك الكابل ده ب 250 جنيه بس بكل اللي انت قلته ده، بس بتقول لهم بس انت تليفونك ايه الاول، اذا كان لايتنج او تايب سي او يو اس بي يعني اندرويد او ايفون، عشان يجيبوا لك السوكت بتاعك بتاع التليفون بتاعك انت. ده حاجه. تاني حاجه ان انت ممكن تشتري عندهم كل المنتجات اللي هم عارضينهم، وعندهم منتجات كتيره جدا جدا، عندهم برينج لايت، عندهم شواحن، عندهم باور بانك، عندهم كل حاجه. وعن ثقه عشان اصلا بتعامل مع الصفحه دي كتير جدا، فانا واثق فيهم جدا جدا اصلا، غير اصلا ان هم كمان راعي الفيديو ده او ريسبونس للفيديو ده. ده اول حاجه. تاني حاجه ان التوصيل بعد 24 ساعه، يعني زي بقى سوق دوت كوم او جوميا او امازون بتستنى مثلا 3 4 ايام على ما تتشحن، وبعد كده المندوب يكلمك. لا انت في نفس اليوم حرفيا، لو انت مثلا طلبته الصبح بيجي لك بالليل، لو انت طلبته بالليل بيجي لك تاني يوم الصبح. يعني فكره ان هم بيجوا على طول يا باشا في نفس اليوم، ما كملش اصلا 24 ساعه بتلاقي المنتج قدامك. ده حاجه. تاني حاجه كمان او تالت حاجه، ان انت مع اي منتج هتشتريه هناك هتاخد هديه، هتلاقي مثلا هديه اصلا ب 100 جنيه في اي حته او ب 150 جنيه هم بيدوها لك هديه، وانت جنب بتختار كمان الهديه اللي انت عايزها. هم بيقدموا لك على ما اظن اكتر من 20 هديه ممكن تختارهم، تختار واحده منهم وانت بتختار اي منتج حرفيا. من ضمن الهدايا اللي انا بقول لك عليها ان مثلا ده ب 150 جنيه هم هناك بيقدموك هديه. طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره يا باشا انت لما تيجي تتفرج على اي فيلم، ايدك مثلا ساعات بتوجعك او اللي انت مش عايز تمسك التليفون، فانت يا باشا بتحطه على المكتب وتتفرج زي ما انت عايز، مثلا وانت بتذاكر او مثلا لو انت في شروحات او بتعمل ابحاث او اي حاجه، يبقى يا باشا ده ماسك التليفون وقوي جدا جدا، والخامه بتاعته جامده جدا جدا. يعني حرفيا ده بيتباع بره اصلا ب 150 جنيه، او كمان في كام محلات ب 200 جنيه لو في مولات او كام ده ب 200 جنيه، انت هنا بتاخده ببلاش. غير طبعا اللي فيه اصلا كمان حاجات تانية كتير جدا جدا ببلاش. فكره مثلا انت ممكن تاخد ترايبود ببلاش، ممكن تاخد اي حاجه حرفيا من الهدايا اللي موجوده قدامك ببلاش، وانت بتطلب المنتج بتاعك او انت بتطلب الحاجه اللي انت عايزها. فهسيب لكم اللينك بتاع الصفحه دي تحت في الديسكربشن، ادخلوا وقولوا لهم ان انتوا تبعي، هيعملوا لك خصم جامد جدا جدا. وهحاول برده الفتره الجايه دي ان انا اخد مثلا منهم كود خصم او حاجه زي كده، ولو عرفت تاخد اصلا منهم كود خصم هسيبه لك برده تحت في الديسكربشن، يبقى مثلا خصم 10% 20% برده يفيدك وانت بتشتري المنتج ده بس. وده كده كانت الحلقه بتاعت النهارده، واشكر عرفوتي او عفروتي او انا مش عارف بصراحه اسمك، انا اسف جدا، اشكرهم جدا جدا للرعايه بتاعت الفيديو ده. وطبعا ما تنساش تعملوا سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده ديوس كوتش، السلام عليكم.